مشاهدينا ومشاهدي في الجول، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج وان اون وان. معانا النهارده واحد من الجيل الذهبي لنادي الاولمبي، واللي قدر في موسم 2004-2005 انه يصعد بالنادي الاولمبي من الدوري الممتاز ده للدوري الممتاز. اهلا بك يا كابتن محمد، نورنا ومشرفنا في موقع في الجول. اهلا بيك يا استاذ حامد. البدايه كده، عايزين وجودك في النادي الاولمبي في موسم 2004-2005، اسم ريو يعني في الدوري الممتاز طلع كان هو سبب من اسباب ان انت خلاص الناس تعرف ريو، فعايزين نعرف كان ايه الاسباب او ايه اللي حصل بالظبط. هي طبعا البدايات كانت في نادي الاولمبي، كابتن مصطفى يونس اول ما جه نادي الاولمبي طبعا شاف مجموعه شباب، كنت انا واحمد عادل وبوجي وجاكسون يعني وحسن سوستا، يعني ناس معينه كده، والناس دي كلها ماشيه تلعب الدوري الممتاز في السنه اللي ورا منها. احنا صعدنا بالفرقه من الممتاز بي في 2004، وكنا اقل فرقه في المصروف لان النادي اعتمد في الوقت ده على ابنائه، ودي حاجه طبعا دلوقتي بقت مشكله جدا في الكره المصريه، حته ابناء النادي، لان دلوقتي ما بقاش في حاجه اسمها ابناء نادي للاسف الشديد. دلوقتي الناس بقت طبعا انت عارف رؤساء النادي بتخاف على حته ان هو عايز يقعد على الكرسي، فحته ان هو عايز يقعد على الكرسي دي بقت عامله مشكله، بقت كل نادي فيه اولياء امور اعضاء نادي عايزين اولادهم هم اللي يلعبوا وهم اللي يكونوا موجودين. طبعا الكلام ده على ايامنا احنا كان ضعيف جدا، لكن دلوقتي بقى بشكل كبير جدا في الكره المصريه، ويمكن ده هو اللي اثر في الكره المصريه. لعبت في 2004 مع كابتن مصطفى يونس، وربنا كرمنا في دوري الترقي ان انا جبت 3 اجوان كانوا سبب ان الاولمبي صعد. كان جونين في بلديه المحله في المحله، وكان جون في طنطا في الدقيقه 90 تقريبا، وربنا كرم في السنه دي. بعد حوالي نادي الاولمبي كان بقاله 20 سنه ما صعدش دوري ممتاز، او 10 سنين تقريبا، كان 10 سنين كان 96، واحنا كنا في 2005 كان بقاله 9 سنين تقريبا. احنا لو بنلعب احنا النادي الاولمبي دلوقتي بالجيل بتاعنا ناخد الدوري. تاخد الدوري؟ الدوري اللي هو موجود دلوقتي. تاخد دوري من اهلي وزمالك اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي. طب اللي مخليك تقول كده يعني هو ايه؟ اللي انت احنا كان اللعيبه اللي موجوده في فتراتكم يعني كانوا عمالقه للدرجه دي، ولا انا هقول لك على حاجه؟ لا، مواهب ولا ايه بالظبط؟ الفتره دي انا كنت قاعد بقالي فتره طويله ما بتفرجش على كوره، وكنت بعيد جدا عن الكره المصريه، ما بتفرجش غير على ليفربول عشان محمد صلاح، كنت بتفرج على الدوري الانجليزي فقط لا غير. فلما جيت طلعت مع الاستاذ نيحة حوت بدات اتابع كوره شويه في الدوري المصري، لا انا لقيت خراب. اقول لك ايه اللي يخليك تقول كده؟ يعني انا دلوقتي مثلا لما يكون مثلا انا كنت السنه اللي فاتت دي وانا بتكلم عن احسن لعيبه في الدوري الممتاز، اقول مثلا كان امام عاشور او زيزو، واجيب شيكابالا واجيب عبد الله السعيد، ده يا جماعه الاثنين واحد 38 واحد 39 سنه، مع احترامي ليهم الناس بتقول عليهم احسن لعيبه في مصر دلوقتي، الناس سنهم مش مؤثر عليهم. دول كانوا معاك في المنتخب الاولمبي، في المنتخب الاولمبي اكيد السن مؤثر، ولكن نوعيات اللعيبه اللي موجوده دلوقتي هي اللي قليله، وقليله جدا على فكره بين اللعيبه وبين بعضها دلوقتي، هم عارفين كده، عارفين ان هم قليلين. قليلين؟ اه والله، في كل نادي كان فيه 3 4 جامدين جدا، يعني اي نادي تذكر له يقول لك 3 4 لعيبه فيه جامدين. الاهلي والزمالك بقى كان الاهلي والزمالك حاجه ثانيه خالص، يعني انت مثلا عندك الاهلي ده اللي هو بطل الدوري مثلا كان فيه مين؟ ابو تريكه، عماد متعب، وفلافيو، وبركات، وحسن مصطفى، حسام مصطفى، وشوقي، والحضري، وشادي، وعماد النحاس، انا حافظهم كلهم ما شاء الله، وائل جمعه، يعني يا رب ما نكونش تسحب، احمد السيد، ناس كتير جدا كانت موجوده في نادي الزمالك، عبد الحليم علي، حاسم امام، عبد الواحد السيد، عبد العزيز، كان شيكابالا برضه لسه طالع، كان جمال حمزه، وكان في نص الملعب تامر عبد الحميد، ايه ده فرق. فبص الاسماء اللي بتتقال عامله ازاي، وبص الاسماء دلوقتي مع احترامي مفيش حد بيعمل الفرق، الفرق اللي موجوده دلوقتي مفيش حد فيها بيعرف يعمل فرق. قول لي انت على لعيب بيبقى مميز، معلش انا يعني مع احترامي لكل الناس، مع احترامي لكل الناس، الناس عماله دلوقتي تنجم في امام عاشور. امام لعيب كويس جدا، ولكن مش بدرجه النجوميه اللي الناس عماله تحفل بيها دي. ليه بقى بيعملوا كده؟ طب انت شايف يعني ان هو احسن واحد في المكان ده، يعني احسن واحد دلوقتي بيظهر بلمسات معينه. طب انت شايف ان في حد كان من الجيل اللي انت كنت فيه في 2005 2006 احسن من امام عاشور؟ لا، هو امام ما يقارنش بالناس اللي كانت موجوده في الجيل ده. انت بتقول ان دلوقتي الجيل ده بتتكلم على مين كان بيلعب في مكان امام؟ يعني مثلا في منتخب مصر بتتكلم على احمد حسن وحسني لا اتكلم في ايه؟ مفيش خالص. امام لعيب كويس جدا، طب امكانياته من احسن اللعيبه الموجوده في مصر دلوقتي. دلوقتي دلوقتي ايام ما كان في كوره في مصر، لا امام ممكن ما يلعبش دوري ممتاز اصلا. يا جماعه الموضوع كان صعب قوي. دلوقتي اللي بيمسك شنطه وبيمشي جنب اي نادي بيتاخد يمضي على طول. امام لما راح طرف بره لعب ماتش جاب جون والناس هيصت له، طب ما كملش ليه؟ رجع تاني ليه؟ لا دي بقى يعني ظروف ثانيه، لا مش ظروف ثانيه، ما احنا شفناه بعد كده برده مستوى نزل، امكانيات اللعيبه هناك لا وضع ثاني،
في اختلاف. بس بص احنا عندنا هنا الاعلام بيفخم وهثبت لك الموضوع ده. برمضان صبحي، رمضان صبحي هو في الاهلي، هتلاقي نفس مستواه في الاهلي هو متشابه بنسبه كبيره، وهو بيراميد وجايب كمان اهداف اكتر من اللي جابه هو في الاهلي في عدد الماتشات اللي هو لعبها، وبل ممكن يكون صانع اهداف اكتر. لكن انت دلوقتي شايف في المنتخب، لا الاعلام، الاعلام اللي بيلمع، الاعلام بيلمع لعيب الاهلي او الزمالك. طب ليه ما تقولش ان الجمهور هو السبب ان اللاعب بيلعب؟ يعني انت مش شايف ان مثلا رمضان صبحي كان في الاهلي قوي عشان الجمهور؟ ممكن انت اكيد انت كنت موجود، انت طبعاً كنت لعيب ولعبت الاتحاد السكندري، يعني طبعا الجمهور بيأثر على لعيب جوه الملعب. اصل برضو الاعلام عشان برضو يكون، لا الاعلام، الاعلام اصل الاعلام برضو هو في الاول وفي الاخر لو حتى هيلمع لعيب اكيد مش كله هيلمع نفس طيب اللعيب. أنا طيب ممكن هيلمع اقول لك على لعيب، هيلمع ايه؟ مش هيلعب مكان. بص هقول لك على حاجه، مصطفى شوبير حارس جيد وكويس جيد، لكن ما هوش حارس مرمى النادي الاهلي. حارس مرمى النادي الاهلي بيكون محتاج ايه؟ لا بيحتاج يبقى عصام الحضري، بيحتاج يبقى كابتن احمد شوير، بيحتاج يبقى محمد الشناوي. بس الناس دي في الاول برضو اكيد كانت مستواها مش زي مستوى اللي وصلنا دلوقتي. بص انا بكلمك على ستايل، ستايل حارس مرمى. شايف ستايل حارس مرمى، حارس مرمى هيعرف يملى جون ويملى، لكن مصطفى ممكن يلعب في اي نادي شوبير. بس مش في، شايف مصطفى شوبير مش مالي الجون؟ مش هو طبعا عايز اقول حاجه برضه خاطر ما نبخس حقه، هو في الماتشات اللي شارك فيها كلها هو قايل تمام. اصل واحد شارك اول ماتش كان بقول في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، واضح هو في الماتشات اللي هو شارك فيه كلها كان كويس، لكن ما هي دي شخصيه حارس مرمى النادي الاهلي. يعني حط الكلام ده قدامك وايام ممكن تثبت اللي انا بقوله عنه. خلال تواجدك في نادي الاتحاد السكندري كان في مباراه مهمه جدا، ان هي مباراه غزل المحله. كان ساعتها غزل المحله المفروض يعني هيخسر، هي هبط لدوري الدرجه الثانيه. الناس كلها اتكلمت ان نادي الاتحاد السكندري فوت المباراه. ايه اللي حصل بالظبط؟ احكي لنا الكواليس وايه اللي اتقال، وهل فعلا في حاجه اسمها فريق بيفوت مباراه الفريق ولا ايه اللي بيحصل؟ طيب هو اول حاجه ده كان تقريبا في موسم 2009 2010 تمام. صح كده؟ وانا بلعب في نادي الاتحاد الله يرحمه كان الكابتن طه بسري، هو كابتن الله يرحمه كابتن يحيى اسماعيل، ربنا يرحمه يا رب، ناس محترمه جدا الله يرحمه ويسامحه. هم اللي كانوا ماسكين فرقه، واكيد الناس دي ما كانتش تسمح بحاجه زي كده حتى بين اللعيبه ومن بعضها. العكس بقى اللي انت تقوله ده، اللي هو عكس الكلام ده تماما. بص هو الكابتن حسام حسن كان ماسك مدير فني لنادي الاتصالات، مسؤول الاتصالات بالظبط، وكان اللي بيجيب له اللعيبه معظمها كان كابتن عماد النحاس تقريبا، تامر النحاس تمام. تامر النحاس عرض على لعيبه نادي الاتحاد فلوس، رقم فلوس محترم ان هم يكسبوا. اتعرض عليك ولا اتعرض علينا؟ اتعرض على اللعيبه كلها اللي في الماتش ده، اتعرض عليكم كلكم ان احنا نكسب. وعلى فكره احنا قابلنا عشان المصريه تكمل في واحنا الجو. قابلنا لان اصل بص انا مش هاخد فلوس عشان افوت، لكن هاخد فلوس عشان اكسب. كل واحد بتفكيره لا تاني بس دلوقتي المفروض انت كده كده لعيب كره رايح تلعب، فطبيعي ان انت تكسب. حلو، لو انا بقى كسبت وجالي مثلا رزق، اقول له لا انت قاعد دلوقتي مثلا دلوقتي تسجل معايا وجالك رزق وانت بتسجل عشان قلت مثلا جمله كويسه كفيت عليها، هتقول لا اكيد هتاخدها. فده باب رزق جاني اهلا وسهلا، طالما انا مش هعمل حاجه. المكافاه كام؟ 10000 جنيه لكل لعيب، كل لاعب لو كنا كسبنا الماتش طبعا. ده كان ساعتها رقم، كان رقم كبير جدا. وبعدين احنا نزلنا بقى في الملعب، طب ده يعني ايه؟ لا لحظه واحده بس، ده كواليس الماتش ده عالميه. ايوه عشان بس تبقى ايه عارفين، الناس بتسمع تبقى شايفه ايه اللي بيحصل. هو ايه اللي حصل؟ مين جه كلمك؟ لا مين جه كلمني؟ دي سبع، ده في لعيب من اللعيبه طبعا، لعيب محترم وانا مش عايز اذكر اسمه خالص. ده اللي كان يعني جه اتكلم معانا في الغرفه بتاع يا جماعه احنا، انا جايب لكل لعيب 10000 جنيه بعد الماتش لو كسبنا الماتش. وده كان لعيب اساسي؟ كان لعيب اساسي. طب مين كان ساعتها قائد الفرقه؟ ما بلاش قائد الفرقه كان مين؟ كان كابتن الفرقه تقريبا محمود الشايب. طب بيه ما اتكلمش وقالش اي حاجه؟ لا بص دي مصلحه جايه، دي مصلحه جايه خلاص، مصلحه خلاص. فاحنا كنا مركزين بقى نازلين الماتش وبتوع طب الجهاز الفني، ما حدش عارف الجهاز الفني. لا ما حد، احنا بينا وبين بعضينا اللعيبه، بينا وبين بعضيها. دخلنا غرفه احنا قفلنا على نفسنا وقعدنا في السماع عشان بس الكابتن حسام عن هو كابتن، هو اكيد هو معروف عشان تامر النحاس وكيل اللاعبين. حسام هو الكابتن حسام كان مدير فني لمصر الاتصالات، تامر النحاس وكيل اللاعبين هو اللي بيجي. فهو عرض على عرض على اللعيب ده فلوس، رقم فلوس. لكن برضو كابتن تامر النحاس وكيل اللاعبين هيبقى ليه رد، عشان لو حق الرد احنا ما عندناش مشكله. لا ما فيش مشكله، اصل هو الموضوع عدى خلاص يعني ماشي. وبعدين ما تقدرش ينكر
لا هو اصل حته ان هو 10000 خلاص كل لعيب له 10000. رحت الماتش ايه اللي حصل؟ رحنا الماتش احنا كلنا مركزين ان احنا نكسب المحل، واحنا كفرقه كنا جامدين في الوقت ده. المهم احنا بقى مركزين كلنا ان احنا ننزل هنكسب. ايه كان الماتش في المحله، لعيبه المحله حاسين ان احنا هنسيب لهم الماتش، واحنا عكس كده تماما. دي طب ايه لدرجه ان العتراوي حاسين ان انتوا هتسيبوا الماتش؟ بص حته ان كان زمان شويه كده كان يجي يقول لك لما المصري يحتاج هو بيلعب الاتحاد او الاتحاد بيلعب المصري. ده حقيقه الانديه الجماهيريه ممكن تسيب لبعضها، اللعيبه بينهم بعض في الملعب، ممكن الماتش وانت بتلعب في الملعب ممكن عشان خاطر زميلك او صاحبك ممكن تفوت الماتش، مش تفوته يعني هتقف مش هتجي. وفي لعيبه مثلا بتحترم نفسها ما بتلعبش، ما تقدرش تلعب. في ماتش كان الاسماعيلي والزمالك بيلعبوا بعض في نهائي دوري، ده كان نهائي الدوري بتاع 2009 2010 اللي لعبوا فيه الاسماعيلي، لعب فيه ماتش فيصل، الاسماعيلي كسب الزمالك 3-1. في لعيبه في نادي الزمالك كتيره ما لعبتش الماتش ده، ما لعبتش. كان الكابتن حازم امام وعبد الواحد السيد يعني مهتم ريحوا اللعيبه كلها، ريحوا الدوري خلاص خلاص هيريح، ما هيلعب في الماتش هيريح. هي اللعيبه ما رضتش تروح تلعب عشان هي شخصيتها ان هي مش عايزه. بص شخصيه اللعيب ماشي. خلينا بقى في ماتش المحله، ايه اللي حصل بقى؟ لعيبه المحله انت بتقول ان لعيبه المحله شايفين ان انتوا كده كده هتسيبوا الماتش. يعني هم حاسين ان احنا هننزل بقى الجماهير وبعدين الجماهير بتاعت الاتحاد كانت قاعده في مدرجات غزل المحله، يعني هم مطمنين قوي ان احنا في الماتش. نزلنا احنا اول تلت ساعه تقريبا ماسكين غزل المحله مموتينهم. طب واللعيبه بتوع غزل المحله؟ عمالين يشتمون. لا شتيمه. ايه بقى؟ لا شتيمه بألفاظ يعني العتراوي مثلا بهدل الدنيا. شتيمه كل شويه. كان الكابتن ابراهيم فرج برضه يا ريعو، ابراهيم كابتن فرج من النادي الاولمبي وهو كابتني، يا ريعو هننزل الجماهير مش هتطلعوا يعني كابتن. ما فيش لغايه بقى ما في كوره كنت معينه والمفروض العبها لجده، فانا عايز اعملها من ورا. كان الكلام ده حقيقي مش بتهزر بجد؟ لا والله حصل. وعايز اعملها من ورا عماد، فراح جه عماد قطعها، فجده كان هيروح هيجيب بوم بصراحه يا عماد ترى كده براحك وهو يروح يجيب. راح جاي جده واقف ساب قاعد ينقل والحكايه. ليه؟ لا تاني سب ليه يعني؟ ايه اللي حصل؟ اشتمني عشان انت بقى عشان ما لعبتش كوره ليه يعني؟ ما لعبتش كوره ليه؟ بس انت كنت قاصد؟ لا لا خالص. ولا انت كنت عايز ال 10000؟ لا انا كنت عايز انا اروح، ما ال 10000 هي كانت اكلنا دماغنا، ال 10000 كانت اكلنا دماغنا كلنا. المهم احنا بعد الموضوع ده يعني راح جاي جده الحكم سمعه، كان سمع فتاح كده كده سمع فتاح، راح جاي مديله احمر. كان بيشتم عشان الكوره فهو اداله على طول كده. وبعدين بقى دخل فينا جون الجون الاولاني يبين ان احنا سيبنا الماتش. يعني الهاني بيطلع الكوره كده راح جاي حاططها في نفسه. ف يعني انا وقفت كده استغربت. بس خلي بالك يعني الهاني شخصيه، انا الهاني انا معاشره شخصيه محترمه جدا جدا ومؤدب جدا وعنده قلب ومن ضمن الناس اللي كانت نازله تكسب الماتش. احنا كان نازل العب ماتش، نازل اكسب مش نازل لا تعادل، ماليش دعوه بالمصلحه، مفيش حاجه، مش هنزل اقول لواحد انا عايز الماتش او هسيب لك الماتش، نزلت لعبت نكسب تمام. الجهاز الفني ما حدش عرف اي حاجه بعدها ولا اتكلمته ولا اي حاجه؟ لا ما اصل الحاجات دي بتبقى بين اللعيبه وبين بعضها وخلص الموضوع على كده. خلص الموضوع بعدها. برضه نروح لقصه ثانيه، كان دايما اللعيبه بيتكلم حتى في الوقت الحالي طبعا بعد النشاطات وفي حاجات بقت مدرجه ضمن الترامادول او حاجات ما ينفعش تاخدها اللعيب. انتوا الوقت بتاعك كان لسه الموضوع ده ايه مع ايه؟ بص هو الوقت بتاعنا كان شويه بقى ايه بقى، بتبقى عباره عن ايه؟ تيجي وانت مثلا في لعيبه كانت بتدافع طبعا اكيد، تيجي وانت مثلا راكب الاتوبيس وانت راكب الاتوبيس مثلا ماشي رايح تلعب الماتش. لا كان بتاخد ايه؟ بتاخد نص برشامه وروح عادي. يقول لك برشامه؟ يقول لك تلاقيه يقول لك انا معايا ربع برشامه تقول انا معايا نص واحده تقول عشان تنزل تعمل رقوات. فعلا كان في الحاجات دي، في لعيبه كانت بتاخد نشاطات اصلا، كان في عندنا كشف مشروع، وممكن لعيبه لغايه دلوقتي تاخد، او مش ممكن بالتاكيد في لعيبه كتير بتاخد نشاطات. لا انتوا كان ساعتها في الوقت اللي انت فيه كان اللعيبه كلها بتاخد نشاطات؟ طب لعيبه كتير بتاخد نشاطات ولعيبه كبيره ومعروفه واهلي وزمالك وكده ولا كان ايه بالظبط؟ بس ما اعرفش حد اهلي وزمالك عشان لكن هو دي اللي انا لعبت فيها كان في لعيبه. النادي اللي انت فيها يعني في الاتحاد كان في لعيبه بتاخد نشاطات؟ في الشرطه. في الشرطه؟ طب يعني ايه مفيش حد من الجهاز الفني برضه وهتقول لي بيني وبين مفيش حد اللعيبه بينها وبين بعض. ان انا دلوقتي قاعد دلوقتي بنزل قبل الماتش بساعه او بساعتين بروح الملعب اخش الحمام هعمل اللي انا عايزه. ومين الديلر بتاعكم بقى كان مين؟ لا هو بيجيب من بره كل واحد بجيب كل حاجته هو جاي كل واحد بجيب هو جاي معاه ومعامل حسابه يعني.
الموضوع دلوقتي اتطور بقى، بقى في حاجات تانية. لا بس انا في برضه كانت لقطه كان الناس بتتكلم فيها دايما ان اللعيبه بتشرب شاي، وهي بتشرب الشاي كانت بتبقى حاطه فيها المنشطات. ممكن الكلام ده كان صح؟ ايوه هو يعني الشاي انت اصلا. جرب؟ لا والله عمري، يعني انت ما خدتش ترامادول؟ والله عمري عمري ما اخدت اي حاجه خالص. يعني انت دلوقتي كنت بتقول 10,000 كنت موافق وبتقول لا ان انت 10 عايزها. انا بص انا اصلا مش كداب يعني، بص ماشي انا انا بقول بقول على لك حاجات عشان كده. حصلت. ايوه طب ماشي ترامادول ما اخدتش؟ لا لا ما طب ما خدتش جربتش مره؟ ولا اي حاجه خالص طول عمري يعني ما الحمد لله. حسيتش اللي فيه لعيب مثلا جنبك كان بيجري اسرع فعايز تجرب تبقى لا لا زيه؟ لا هو لا هو اللي على فكره الموضوع ده موضوع نفسي مش موضوع، انا بيتهيألي انا يعني عشان ما جربتوش فمش عارف زي، بس انا بيتهيألي ان هو موضوع نفسي اكتر. اللعيب ما بيقول لك انا بحس ان انا نشط لما باخد حاجه زي كده، في لعيبه بتاخد وفي لعيبه لما بتيجي تاخد ما بتشوفش، ما بتشوفش الموضوع طب في بيلمع. لعيب جاي وحصل له موضوع عكس معاكو؟ لا ما اعرفش دي بصراحه، بس لا لا اللي كان بياخد كان بيجي كويس. طب اللعيبه دي بعد كده راحت انديه اكبر ولا ايه لا اللي لا حصل؟ لا اه في لعيبه راحت انديه. مين؟ لا خلال موسم 2010 وخلال تواجد البرازيلي كابرال مدير الفنيه لنادي الاتحاد السكندري، ريعه طلع قال يا انا يا كابرال في الاتحاد. الحاج محمد مصلح رئيس النادي في الوقت ده وهو رئيس النادي حاليا قال اللي حصل ريعه دي بلطجه ولازم هيتحول لتحقيق. ايه اللي حصل بقى اصلا وايه اللي خلاك تطلع اصلا تقول كده؟ سواء الموضوع بدأ معايا في يناير، كنت انا الحاج محمد مسيلح كان وعدني ان انا عقدي هيزيد مرتبي، كان الراتب بتاعي في الثانوي كنا كنت تاخد ناخد كام؟ اقل لعيب في الفرقه 250,000 جنيه. في 2010 اه بس كان رقم برضه كويس. كان رقم كويس بس رقم ممكن في صغير لا، لان لا احنا بس كمان كان لعيبه في الاهلي وازاي بتاخد الارقام دي؟ لا احنا بالنسبه لنا كنت رايح في نادي الاتحاد كان في شادي بياخد 1,250,000 او يعني لا في الاتحاد كان مثلا الفئه الفئه اللي هي فئه اللعيبه اللي بتلعب من 700 ل 800 كانت الفئه دي اللي بتلعب، فانا كنت بلعب ومعقود ان انا ايه لو جيت وعملت موسم كويس تمام. ان انا هاخد حقيقي على الرقم. فاول اول 6 شهور عملتهم جبت 5 تجوان كنت ماشي كويس جدا بشكل كويس جدا، فجيت في اول سنه طلبت ان عادي يتعدل، فهو قال لي انا هعدل لك السنه دي. حلو ده وعد فعلا من الحاج محمد اه مصطفى. كان وعد من الحاج محمد مسيح فعلا. تمام ففعلا انا كنت ماشي على الوعد ده لغايه يناير، جيت اتكلمت قلت يا جماعه والله عرفت ان انا جده اتعدل له عقده هو ومحمود فتحي. بس جده عشان برضه كانت امم افريقيا انا كنت وزمالك هداف الفرقه في واهلي الوقت ده، والدنيا كانت برضه بس انا كنت هداف الفرقه في الوقت ده اتكلم على على الاداء، انا كنت هداف الفرقه. على فكره انا لما جيت قعدت الدور الثاني انت وقفت الدور الثاني كله الاتحاد كان خامس فنش فرق بينه وبين اللي نزل نقطتين، فكان الوضع الحمد لله انا كنت مؤثر في يعني مؤثر جدا في الفرقه. فكبرار في الوقت ده جاب 3 برازيليين، الثلاثه دول انا طبعا انا من ناحيه ان انا كنت في النادي جوه مع الموظفين الناس كانت بتحبني شويه سيطر انت. اه انا لا سيطرت مع اسكندراني سيطره وجماهير جامده. الاتحاد اه ما حاسه جايين. فاتقال لي تمام دول بياخدوا قد رقم كل واحد اخد 6 شهور مليون جنيه. عم جند الناس يعني طبعا انا سمعت جنيه مليون جنيه بياخدوا في الست شهور مليون مليون جنيه. جنيه اه سمعت كلمه مليون مليون ولا جنيه نص؟ مليون جنيه مليون جنيه. اه سمعت كلمه مليون جنيه كل على لاعب يعني اه كده بياخدوا 3 مليون جنيه. على الناس اللي هي انت شايفها قدام منك ناس ما بتعرفش تلعب مش ما بتأمم ما عندهاش فكره عن الكوره على فكره مفيش. فانا هنا بقى بدات ايه اتكلم بقى انا عايز اعلي عقدي اول حاجه، بعد كده مين اللي جاب الناس دي؟ الناس دي جايه تساعدنا. طب ليه ما رجعتش للحاج محمد مصالح؟ كلمت على فكره معاه قلت له يا حاج الناس دي مش جايه تلعب كوره، كبرار كبرار ده سمسار قلت له كده وقلت كنت مع حد كمان قلت الكلام ده فكره طلعت قلت الكلام ده طلعت وقلت في تصريحات تلفزيونيه ساعتها وش الوقت ده انا وقلت اللي هو كلمت انا سمسار. هو جايب 3 لعيبه وقال لي انا هقاضيك قال لي هرفع قضيه عليك، جايب 3 لعيبه منهم لعيب ما لعبش خالص ما رضاش يلعب وخاف، ما انا كنت عامل كنت وسيله ضغط في 6 شهور بقى انا قعدت فيهم عده ما عنديش حاجه اعملها غير هو. جماهير فرقه بتخسر ما بنكسبش شايفين مورو ده لعب على فكره اللي انا بقول عليه ده تمشى في نص الدور الاولاني، يعني لعيب انا جايبه بمليون جنيه مشيته في نص الدور الاولاني دور في نص الدور الثاني، يعني انا ماضي 6 شهور لعبته 3 شهور ومشيته. لما تيجي تقول كلام كلام بيتسبب حلو مع الوقت بقى مع طب الوقت الحاج محمد صالح عمل معاك ايه؟ بص هو الحاج محمد مش عايز يمشيني من النادي، اول حاجه ان الحاج محمد شخص محترمه جدا ووعدني ان انا عقدي حياه، مش وعدني ده انا اصلا كنت طالب رقم في الوقت ده طالب كام؟ انا كنت طالب 700,000 جنيه ان انا يعني ان انا اكمل يعني كام يعني كنت تاخد 500 لا اخد 500 فوق العقد يعني العقد ايوه بقى 500 750 اه وبعد ما حصلت المشكله طلبت 2 مليون جنيه طب 2 مليون في جنيه السنه. اه ما هو بقى كنت عايز امشي خلاص كان الموضوع بقى هو هيقعد هيكمل الراجل هو هيبقى قدام مني، وكنت بشوف كده مش هتلعب كوره آه. خلاص شكرا. كنت بشوف اي فرقه في الوقت ده ان انا مش فيها. خلي بالك انا في حاجه حصلت معايا غريبه قوي ايه
انا رحت اتحاد الشرطه، المدير الفني اللي كان ماسك اتحاد الشرطه كان كابتن طلعت يوسف. انا كابتن طلعت يوسف ما كانش يعرف ان رحت اتحاد الشرطه بعد ما مضيت واخدت فلوس. ازاي؟ انا كنت قاعد قريب مع يعني حدفتني الظروف كده ان انا اقعد مع شخصيه محترمه جدا من الشخصيات اللي هي كانت في 2010 ماسكه في قيادات الشرطه، يعني عدلي بفايل. وبالصدفه البحته قال لي الموضوع، قال لي انت طلعت كابتن طلعت مع احترامي كان بيعاند كانش بيلعبك عشان خاطر احنا جبناك ما كناش قايلين. هو كابتن طلعت عموما ما بي يعني هو بيبقى عايز هو اللي يجيب اللعيبه. يعني بس لا انا اللعيب الوحيد اللي ممكن يكون جه الشرطه كابتن طلعت مش عارف بس يعني عشان برضه نكون يعني نقول الحق برضه كمدير فني هو الطبيعي انا اللي اجيب اللعيبه لان في الاخر انا هتحاسب على انا ما اعرفش كده. انا ما كنتش اعرف كده. انا لو انا جاي في فرقه عارف ان المدير الفني مش عارف ان انا جاي ما كنتش هيجي حاجه اعمل ايه؟ الناس كلها انت مع كابتن طلعت يوسف هتبقى حاجه ثانيه وهتروح منتخب مصر واو. كانت اصعب سنه في حياتي بطلت فيها السنه دي، قعدت سنه ما بلعبش كوره. طب ما اتكلمتش مع كابتن طلعت تساله ليه؟ انا اتكلمت مع كابتن طلعت عايز العب اديني خلي بالك. انا كنت كابتن طلعت برده كان معذور لان كابتن طلعت العيب هو مش جايب ولعيب بقاله 6 شهور موقوف ما لعبش، لما هيجي يرجع عايز وقت. لازم يكون هو كان مدربي ويكون عارفني وعارف شخصيتي عشان يبدا يديني ان انا ارجع تاني لمستواي. طبعا الكابتن طلعت دي ما كانتش موجوده عنده لان الراجل انا جاي هو ما يعرفش مش هو اللي جايبني، دي اول حاجه. تاني حاجه هو عنده البدائل في الوقت ده، كان عنده صلاح عاشور، كان عنده بوبا، كان عنده خالد قمر، وكان عنده محمد زكي. انا كنت التالت، يعني انا كنت بعد بوبا وصلاح عاشور كنت انا التالت، وكان خالد الرابع، وكان محمد زكي الخامس، وكان ساعات خالد بيبقى التالت، بس انا كنت التالت على طول. يعني انا على طول انا ببقى قاعد انا على الدكه. بس طبعا انت السنه ما بتلعبش دي اثرت معايا جدا، ودي اثرت برضو في حته ان انا يعني ما كملتش في الدوري الممتاز. طبعا ساعتها قامت الثوره والبلد اتبهدلت في الكوره، فعشان كده يمكن بعدت خالص انا في الوقت دوت. الحاج محمد صالح خلاص قرر ايقاف ريو. طبعا كان لمده الحاج محمد ما وقفنيش، اللي وقفني كان كبرول. ايوه بس ماشي، ما هو كان في تحقيق، اتحولت للتحقيق ومفيش حد كان بيحقق معايا. امال ايه اللي حصل؟ انا توقفت 3 شهور لان انا كنت موقوف النادي. ما توقفت ازاي؟ بص انت ما كنتش بتروح النادي اصلا، ما خدتش ورقه اصلا ان انا موقوف. انا ما ده كانت مشكله كبيره جدا ان انا اقول لهم ادوني ورقه انا موقوف ليه، ما حدش بيرد عليا. فطبعا وانزل التمرين طبعا عشان تروح تاخد فلوسك. ممنوع تقلع فلوس كنت باخدها. امال يعني انت كنت موقوف كنت تاخد فلوسك؟ انا كنت باخد اكتر من فلوسي كمان. الله. حاجه حمص صالح يعني مظبطك خالص. عشان هو عارف ان انا كنت مظلوم في القصه يعني. طيب كنت عارف انت مظلوم ولا عارف ان انت عارف ان انا النادي محتاجني وان الراجل ده بيعاند. الراجل ده جاب فعلا صفقات فاشله. هو عارف واثق من دي. فعشان كده كان الموضوع ماشي بالطريقه دي. خلي بالك انا في موقف حصل غريب جدا، الموقف ده متصور. انا مره طبعا انا مش عارف انا واقف ليه. فانا رحت التمرين فما دخلتش ما عادش اخش. كنا بنتمرن في حته اسمها قريه ابو قير. تمام. فروحت جاي راكب في شنطه عربيه ودخلت ايه؟ داخل غرفه الملابس مطلع الطقم بتاعي ولابسه. طبعا اللعيبه شافتني وهو شافني المدير الفني راح جاي داخل قال لي ايه؟ ما حدش يغير. كله غير ما حدش ينزل الملعب. رحت جاي مغير لابس التيشيرت شورت شراب وكزمه واخدت الكور كلها معايا على الظهر ورحت جاي نازل. قلت لهم انتوا خليكم قاعدين وانا هتمر. ونزلت بقيت عمال اشوط الكوره بقى ايه عارف اللي ما فيش حد يتمرن. وقفت التمرين لمده 60 دقيقه لغايه ما النادي كلمني. مين اللي كلمك؟ كلمني في الوقت ده تاني الدكتور شريف الحلو. قال لي يا رياو تعالى هيتعامل معاك تحقيق وهتاخد اللي انت عايزه. مش عايز اخد فلوس، الموضوع مش فلوس، عايز انا موقوف عايز العب عايز امشي. ما انت خلي بالك انا ما كانش الموضوع فلوس بيفرق معايا قد ما انت عايز تلعب. انت النجوميه وان انت بتلعب في وسط جماهير نادي الاتحاد دي اسكندريه. خلي بالك الكوره دلوقتي برضه عشان الجمهور ما بيخشش كتير، احنا الاول بتخش 30,000 في الاستاد موجودين على طول في اي ماتش بتلعب. ان شاء الله بتلعب الترسانه اللي هو مثلا فرقه بتهبط في الدوري 30,000 بتوع الاتحاد موجودين. فانت بالنسبه لك دي روح جميله، حاجه اكتر حاجه لعيب الكوره يحبها ان هو يكون قاعد وزي ما تحس ان الجماهير كلها بتحبك. يعني انا كان في وقت الاتحاد عنده نقطه الجماهير كلها تشتم اللعيب وانا ما اتشتمش. انا بعد ما خلصت وطلعت بره التمرين هناك في مكان كده في القريه دي مكان بيوت عماير. فوانا طالع فالناس طلعت من الشبابيك راح جاي لي يا ريو انت اللي هتكمل. واحده ست طلعت من الشبابيك يا ريو انت اللي هتكمل وكبرنا هو اللي هيمشي احنا بتعبك وعايزينك. ما طبعا قلت لها انا لك الكلام ده كان متصور في التلفزيون انا بقول له وبكلم وبرد على الناس في فيو. تمام. الحاج صالح ما اتكلمش معاك بعدها؟ اتكلمت مع الحاج محمد كتير. انا بتكلم مع الحاج محمد لغايه دلوقتي. تمام. طيب نروح نقطه ثانيه.
دايما الانديه الجماهيريه بيبقى في كده لعيب قريب من الجماهير او اللي بيبقوا موجودين في المدرج، انت كنت واحد منهم. اه دي كريزما على فكره، ده بيبقى سبب ان اللعيب بيبقى ميس، فبيبقى هو الملعب ميس والتيشيرت وانا وبلعب والقلب، فهو كده كده مع الجمهور، ولا هو بيبقى ايه بالظبط؟ وهل في لعيبه بتدفع فلوس فعلا للجماهير عشان تبقى معاها كده دايركت على طول بتشجعها، ولا ايه بالظبط؟ بص، هو ثلاث حاجات موجودين، اللي ممكن لعيب يدفع فلوس للجمهور، تاني حاجه ان انت تبقى مياس وتعمل التيشيرت كده واول بالزبط. ما يجي لك نادي تروح جاي خاله، تالت حاجه بقى ان هي موجوده الحمد لله كانت موجوده فيه، ان انت تبقى لعيب كويس بتكسب النادي، فانت ممكن مع تكسب تروح تحتفل مع الجماهير، فالجماهير تحسها ان هي صادقه منك فتحبك عشان كده. انا الجماهير قعدت 10 ماتشات بتنادي عليا، 10 ماتشات وانا ما بلعبش، كل ماتش الجماهير تقعد تنادي عليا في اسكندريه، فدي كانت الحمد لله رب العالمين، حب الناس دي كريزما من عند ربنا، فدي بتاعت بس ربنا. فعلا كان في لعيبه بتدفع فلوس. اه طبعا، على فكره في لعيبه كانت مفكره ان انا مقبض الجماهير عشان تشتمها، لعيبه كبيره او هتتكلموا معايا في القصه دي، اتكلموا كان معاك؟ منهم اه كان منهم لعيبه كانت معروفه حتى، كان منهم كابتن عبد الحميد حسن، عبد الحميد حسن. اه ميتو. اه طبعا ميدو جه اتكلم معايا بصفه وديه، قال لي انا زعلان منك، انا حاسس الناس بتقعد تغلط فيا وبتشتمني في المدرجات عشان خاطر انت بتقبضهم. قلت له قسما بالله يا ميدو انا ما بقبض حد جنيه، حلفت له. هو الراجل يعني ساعتها ان هو صدقني يعني الحمد ميدو لله. بعدها راح النادي الاهلي. لا ميدو جه من الاهلي على الاتحاد، ميدو فنش الاتحاد في موسم 2007 ريعو كان ساعتها لاعبا في نادي الاولمبي، وقتها كان ممدوح عباس رئيسا لنادي الزمالك، كان في مفاوضات من نادي الزمالك على النادي الاولمبي ومعاك شخصيا ان انت خلاص لاعبا في نادي الزمالك. ايه اللي حصل وهل وقعت على عقود انتقال نادي الزمالك ولا لا؟ واسباب فشل الصفقه. هو طبعا الموضوع كله كان انا فعلا كان بيفوضني نادي الزمالك عن طريق استاذ عمرو الجنايني، ورحت قعدت معاه، فكان هو مدير بنك تقريبا في مدينه الحيوانات في القاهره، ده الفرع يعني اه الفرع اللي هو كان في البنك عشان فاكر، انا فاكر الحاجات الكواليس دي. ورحت كنت معوض ان انا اخد شيك ب 100,000 جنيه، ووقعت عقود وعملت كشف طبي، وكان لعيبه الزمالك قبلي يعني قبليه بيوم راحوا عملوا كشف طبي في المستشفى. حلو. بس بقى حصل كده حاجات غريبة حصلت مش حابب أخدت أتكلم فيها. أخدت ال 100,000 ولا لا؟ والله ما أخدتها. وأنا حتى دخلت حديقة الحيوان؟ لا مش خدت حديقة الحيوان. دخلت حديقة الحيوان بس ما أخدتش ال 100,000. أنا كنت راجل بحب نادي الزمالك جدا، وكان في الوقت ده كان الوكيل بتاعي محمد شيحة، عرض عليا أربع أندية إن أنا فيهم، كان الأهلي والزمالك. أهلي؟ أهلي وزمالك واتحاد، أو أهلي وزمالك وإنبي، وكان إسماعيلي، لأن كان إسماعيلي في الوقت ده كان بيدفع أيام ما كان موجود فيه كان رئيس النادي بتاعه، وجا مسك الفتره اللي فاتت دي اه كان المهندس حياة كومي تقريبا، وكان كان في فلوس يعني، فانا اخترت الزمالك. بعد كده لما لقيت موضوع الزمالك فشل رحت قلت له ايوه ايه اسباب فشل موضوع الزمالك؟ اه ما اعرف، بص يعني انا كان في قصه حصلت معايا وقلتها عن طريق قلنا القصه. اه يعني ايه اللي حصل؟ هو كان في دعيم معين كان بيتكلم معايا ان انا مش هخش نادي الزمالك، ده لعيب من الزمالك يعني؟ اه لعيب في الزمالك كان بيتكلم معايا في موضوع انه عايز 50,000 جنيه، يعني ممكن يكون الموضوع كان بهزار برضو، مش عايز احط واربط الاحداث ببعض. طب العيد ده اتكلم معاك فين؟ يعني كان في معسكر فين ولا لا؟ انا احنا كنا في منتخب الاولمبي. منتخب الاولمبي؟ اه منتخب الاولمبي، وكان هو انا كنت بحب اقعد ورا في كرسي الورا، كنا كلنا يعني العصابه كلها كانت بتقعد ورا، وانا الحمد لله كنت بتاع يعني المنتخب. اه وانا الحمد لله كنت كويس في المنتخب الاولمبي، يعني كنت بلعب يعني فاهمني، بلعب اجيب جوان، بس كان الكلام رايح لكده. وما اما يعني الموضوع خلص يعني ما بحبش اتكلم في الموضوع ده واجيله كتير، يعني في الاول وفي الاخر بتبقى نصيب. هو اتكلم معاك قال لك ايه بالظبط عشان تبقى الناس فاهمه؟ قال لي كده، قال لي عايز تيجي الزمالك هتدفع 50,000 جنيه. ليه هو ولا ليه هو؟ ليه هو؟ تمام. وايه اللي حصل؟ انت كنت مضيت في الزمالك بقى؟ طمني في الزمالك. حلو. ايه اللي حصل كنت بقى؟ انا جامد في الوقت ده يعني، انا بتكلم في جموديه يعني، لعيب جامد، لعيب مطلوب الاهلي والزمالك، فانت بتتكلم بثقه ان انا ما فيش حد يقدر يتحكم في النادي في الوقت ده. بعدها الموضوع كله اتقلب قفل. طيب انت لو انت شايف اللي هو وجهه نظرك، لو ممكن اللعيب ده هو السبب اللي انت ما بص انت يعني ما حطيتوش في دماغي ان هو السبب، ومش عشان ربنا عوض عليا. ايوه طبعا ممكن برضو يكون يعني النادي نفسه. طب النادي في الفتره دي النادي نفسه معلش مهاجمين؟ لا لا النادي نفسه هيجيبني ليه من الاول ويتعاقد معايا ان معايا عقود طالما هو مش عايزني؟ طب انت شايف ان النادي ساعتها ما جابش مهاجم؟ جاب اجوجو. طيب ممكن انت مش شايف ان هو اللي هو لا 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 ما جابش حد. طب هيجيبك لا افضي، خد بالك انا كنت لسه صغير في السن 21 سنه والحمد لله كنت كويس فيرول. طب عادك كان ساعتها كان في هيبقى كان في الزمالك؟
كان 500,000. انا على فكره الكلام ده اتكتب في تقريبا في مصر اليوم، كان عقدي 2 مليون 4 سنين، كل سنه 500. في السنه كان 500. تم اضيف ماده العقد ده في جنينه الحيوانات زي ما قلت لك عند البنك ده. بس البنك ده اصلي انا على فكره مش من القاهره، فلما باجي هنا جيت مكان مثلا معين فاكره يعني، عشان ده طبعا كان حدث بالنسبه لي، لان انا عامل زي الزمالك. الزمالك حسيت بايه بعد ما الموضوع باظ؟ لا هو في الاول وفي الاخر انا عندي حته اقتناع يعني، ربنا الحمد لله كرمني بدي، ان انا بيني وبين نفسي بحس ان ربنا بيختار لي الخير في اي وقت. حتى لما انا جيت وانا بلعب في نادي الاتحاد وكنت مكسر الدنيا وما رحتش المنتخب، ربنا اختار لي. طب اللعيب ده لسه بيلعب دلوقتي؟ مش محتاج بقى اتكلم في القصه دي تاني، خلاص بلاش ان احنا نتكلم، وعشان الموضوع ده بيهيج الدنيا عليا. بس الكلام ده انا اقسم بالله انا عندي 3 عيال، عندي عمر ويونس وخليجه، ربنا يخليهم وحياه عيالي الكلام ده خطر. برضه في المنتخب الاولمبي شعورك ايه؟ انت في الوقت ده كان الجيل بتاعك عبد الله السعيد، شيكابالا، محمد الشناوي، احمد شادي قناوي، والاربعه دول ما زالوا موجودين دلوقتي، وزي ما احنا كنا بنتكلم اللي هما كل واحد في مكانه هو اجمد واحد. تحس بايه؟ كل واحد ربنا بيديله في وقته معين تفكير معين ممكن يفكر بيه. انا ممكن العقليه بتاعتي في الوقت اللي انا كنت شغال فيه كوره كانت عقليتي كلها راحت ان انا لازم ابطل عند ال 30 سنه، انما هو كانت عقليتي كده. خد بالك العقليه دي يعني ايه؟ يعني هاكل ايه؟ هشرب ايه؟ هنام ازاي؟ هعمل كل حاجات معينه. اللعيبه دي كانت بتحافظ على نفسها شويه شويه كتير يعني. عبد الله ما شاء الله بيحافظ على نفسه كويس جدا، واقف على رجله. حتى الشيكابالا ما شاء الله واقف على رجله. ممكن شديد هو اللي شويه عشان بيلعب في الممتاز بيه مع فرقه زي حرس الحدود، هو اللي بعد شويه عن الدوري الممتاز. الشناوي لا، الشناوي صغير، اصغر مننا بحوالي 2 أو 3 سنين، بس الشناوي كان متصاعد معانا. حته التفكير بتاعهم زي مثلا لما تيجي تقول مثلا محمد صلاح، الفرق بينه وبين ميدو؟ الفرق بين ميدو وبين محمد صلاح العقليه في الوقت ده كان بتفكر ازاي؟ محمد صلاح ملتزم ازاي في الوقت ده، وميدو كان في الوقت اللي هو بيلعب فيه في اوروبا كان عامل شكله عامل ازاي؟ ميدو كان كل شويه عايز ينتقل من نادي لنادي لنادي، ما بيثبتش في مكان واحد، عمل تاريخ بنفسه توتنهام وفي مارسيليا وبيتهيألي برضه في اياكس، ولكن مش زي صلاح في ليفربول. صلاح عمل طفره في ليفربول، خلى الشعب المصري بيتفرج على الدوري الانجليزي، اخد تشامبيونز ليج، اخد الدوري الانجليزي، فدي حاجات كويسه تضاف له. هو الراجل عقليته عارف هو عايز ايه. انت كان ساعتها يعني بتفكر في ان انت مش بتفكر في ايه، انت الوقت ده كل حاجه بقى، انت بتنام ازاي، بتاكل ازاي، بتعمل ايه. في ناس بتوزن اكلها، في ناس بتنام في وقت معين، بتصحى في وقت معين، جرعه التمرين جرعه معينه، الوقت التفكير التركيز، انا لعبت او ما لعبتش. وخلي بالك برضو بتبقى حته النصيب في كل حاجه بتبقى موجوده. يعني مثلا انا اقول لك على حاجه، الثوره اللي قامت بتاعه 2011 تمام، لو ما كانتش قامت، في جيل بطل في الثوره دي، في جيل بعد خالص عن الكوره، لان الثوره دي قعدت 3 سنين ما فيش كوره في مصر. الثلاث سنين دول في ناس وقعت، وبعد كده لما الكوره جت رجعت باسعار، اللي كان بياخد مليون بقى بياخد 100,000. في ناس كتير بعدت جدا عن مجال الكوره كتير جدا. فانت الثوره دي قضت على جيل كامل في الكوره. يمكن انت بتتكلم الوقت ده هو ده الوقت اللي كان المفروض جيل ابو تريكه هيسلم جيل تاني فيه، اللي هي الكوره وقعت فيه. الجيل ده بقى كان جيل ما شافش اصلا الكوره في مصر. قعدنا 3 سنين تقريبا ولا 3 بطولات في افريقيا ما بنصعدش، بسبب ان كانت اللعيبه دي مبطله، خلاص بطلت. اللعيبه اللي كانت ممكن تبقى في منتخب مصر في الوقت ده ممكن تكمل. فطبعا الوضع لما بعد كده قوي الناس دي بطلت. فانا بقول لك ان نصيب بقى، مين اللي كان بيلعب في الاهلي في الوقت ده ومين اللي كان بيلعب في الزمالك، هم دول اللي كانوا بيلعبوا كوره، الناس كلها كانت مبطله. فعشان كده انت هتلاقي ان الناس اللي كانت بتلعب كوره في الوقت ده هي اهلي او زمالك، هي اللي موجوده لغايه دلوقتي. لكن مش هتلاقي لعيب من نادي مثلا مهما كان هو، مثلا اسماعيلي، اتحاد، اي نادي من الانديه، مش هتلاقيه بيلعب لغايه دلوقتي. صعب، كل المقاييس كله هتلاقيه بطل، لان الماتشات اللي اخد الجرعات اللي هم اخدوها اثرت معاهم طبعا في الوزن وفي اللياقه وفي الماتشات، لا حاجات كتير جدا. كده وصلنا لنهايه الحلقه، واستمتعت بوجودي معاك حبيبي. ان شاء الله ربنا يسهل بقى كده بعد الحلقه ما يحصلكش مشاكل. لا لا ان شاء الله مش مشاكل ولا حاجه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، انتظرونا في حلقه تانية. سلام.